تولينا تنعبروا بخير وعلى خير كما ساكنين. وارض ديال جدادنا ما راه الديور الناس عطاهم مليار في الكتار وما ودابا جاو تيقولوا بينا انتوما راه ما يعني ما ساكنينش هاد الارض حطينا خاويه تابعه للجموع ما فهمنا حتى حاجه حنا فين غيمشي حتى جاو علموك قالوا لك اودي جمع حوايجك خوي من هنا خليك ودك والسلام عليكم وخدمنا بنيتنا وسرحنا وصبرنا على العيالات تشوف يدينا كي دايره وبقينا في بلادنا انا اللي كنسقي انا كلشي كنديرو انا باش كبرت انا باش كبرت وليداتي وعيشتهم مات مول الدار مع الحسن الثاني خلى لي الدري عنده 5 سنين ها هو كبر ولا راجل دابا نوريه لكم ودابا غيدوينا البليده عندي هذه وعندي داري دار ولدي هي حدايا ولدي راه مشدود من الحبس انا اللي كنوب على وليداته هو راه مشدود وكنوب عليه هو في الحبس بهذا النعناع علاش يتعداو عليا فين غنمشي انا فين غنعطي راسي فين غنمشي دي ولادي فين غيتشردوا لي ولادي فين غيتشردوا لي ولادي ما عنديش باش نكري ما عنديش باش نسري ما وهاد البركه والله يجعل البركه يعني دابا انت كتزرعي النعناع او اش كتقولوا لي كتزرعي كنزرعو كنزرعو النعناع وتبيعي ونبيعو
وتبيعيه برا ب 100 درهم. اه تجمعي بدرهم بدرهم باش دير لدار ولادك. اه باش نجيب العشاء ما ياكلوا ولادي. اربعه الاولاد وانا الخامسه. اربعه الاولاد وعندي ثلاثه العشاء ثلاثه الاولاد. الولد قلت لك الصغير خلى عنده با 5 سنين. هذا مالك زيد شوف معاك هذا يدخل عاد ولي دارهم هذا لدارهم هذا هو اللي ابو دارو صاحبي دارو شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.